السلام عليكم. ما زالت حادثة وزير التجارة تصنع الحدث بعدما طلب من نائب برلماني أن يسحب كلامه في قبة البرلمان، وخرج نائب برلماني آخر عن صمته، ولقن وزير التجارة رزيق درسا لن ينساه. تابع الفيديو للأخير. يعني لما يتجرأ وزير في الحكومة ويقول نائب أسحب الكلمة، يقول له ما أسحبش، يقول له ما أسمح لكش. من هذا البلاص كان قاعد هنا نهار الخميس وزير التجارة صاحبي، وراك رايح او حبس الفرفرة، ضبط الفرفرة تاعك، ماكش تمثل روحك، وراك رايح سوق حمد كيهن. وين راهي؟ واش بقات هنا؟ واش بقات؟ واش بقات من خدمة؟ واش بقات من تشريع؟ واش بقات ليه؟ لانه هذا الوزير وغيره من الوزراء يرى ذا النايب مجرد تابع، ولا مجرد معناتها عنصر ثانوي لا اثر له. هذه بالممارسات، ونزيدوا بالقوانين الان كرشوا للاسف الشديد من خلال هذا القانون الذي ضيق حريات النواب. لا اعمم، انا لا اعمم، ولكن هذه الحقيقه.